خلي ايدك بايدي ويا خير ويا وحيدي والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا وريدي خلي ايدك بايدي يا خير ويا وحيدي والله ما بتخلى عنك لو يقطعوا يا قلبي وتعبنا مهما قربنا يا قلبي وتعبنا إن شاء الله بيجينا النهار لاقي حبايبنا لو يقطعوا وريدي لك ابتسم يا ابني ابتسم شوف مين جايب لك معي ليلى يلي اشتقت لك كتير واكيد انت كمان اشتقت لها الله بيقول بكتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها صدق الله العظيم صدق الله صدق الله العظيم بس يعني ما كان في داعي لهالتعب حبيبي اذا المره بدها تشوف جوزها بتمشي على الجمر وما بتحس بالالم سمعت رفيقك شو عم يحكي وانا مستعده اعمل اكثر من هيك المهم عندي انك تكون مرتاح وابشرك نحن موعودين من ابو سامر بخبر حلو وحلو كتير تقول صحن بقلاوه بس يا ابي ما في داعي تتعذب وتعذبني خلص خلي الامور على حالها والله بيفرجها ليش هيك عم تحكي؟ والله الدنيا لسه بخير ولك لا تخافي عليه بس هاد الزلمة لما بيشوفكم ما بعرف شو بيصير له ببلش يتدلل لك يا ابني اصبر معنا شوي نحن بنقوى فيك انا بوعدك انه رح خليكم ترتاحوا لا انا اللي بدي روح وليلى رح اضل هون لأن مشتاقت لك كتير لك يا ابني لازم تقعدوا شوي مع بعض طبعا اذا ما في ازعاج للاستاذ مصطفى لا لا ابدا ما في اي ازعاج انا بروح بنام عند اهلي هيك هيك صار لي زمان ما شفتهم بحلف يمين بانه انت مخطط لهالقصة انت واثقة من دان اربيل انا جندته من بداية عمل الدبلوماسي وزودني بالمعلومات عن تصفيح السفينة من الداخل لنقل اليورانيوم والتحضير لنقل الشحنة وكيف رح تتم العملية؟ المعلومات اللي عندي بتقول إنه المسؤول عن السفينة ألماني والقبطان يهودي يعني دان هو رح يعتمد على مساعدة القبطان؟ لحد الآن ما قدر يقنعه منشان هيك أنا بقترح إنه يتم خطف السفينة بقوة السلاح بس شخص واحد مستحيل يقدر يسيطر على طاقم السفينة كله أنا بشوف إنه لازم أحكي معه على السفينة وأستشيره منخاف حدا يلتقط المكالمة في شيفرة بينه وبينه طمن سيدي إذا بتحكي معه وبتشوف في إمكانية تنفيذه للعملية لوحده إذا كانت صعبة عليه أنا بقترح أن الضفادع البشرية هي اللي تقوم بالعملية فكرة ممتازة لازم تنطلق المجموعة فوراً بمساندة الكوماندوس
ما بعتقد المجموعة رح تقدر توصل بالوقت المناسب عن طريق البحر، لأنه السفينة المحملة باليورانيوم ممكن تدخل المياه الإقليمية لأي دولة. ما في غير طريقة واحدة، حوامة عسكرية بتنقل المجموعة وقارب سريع وبينزلوا بأقرب نقطة من السفينة وبينفذوا العملية. الكل موافقين على العملية؟ أزبي فكشا تخينو إيت همسي ما هكي شالون أسور. أنا لازم أتصل فوراً حتى ما يصير ازدواجية وتفشل المهمة ونخسر فرصة العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين وسهلين بأبو عدنان. يا ميت أهلا وسهلا، طمني شو صار معكم؟ أخي أبو فارس، امتى راح تشرفونا وتخطبوا لابنكم طلال؟ والله 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 لولا وفاة ابو خليل لك تزرغطت. الفرح مو بالزلاغيت، الفرح بالقلب مثل الحزن. الله يجعله الف الف مبروك. عقبال ما نفرح بفارس وسلمى. And it's time to go. That's when I need your love so bad. So why don't you give it up? هاي هي البنت الإسرائيلية اللي حكيت لك عنها، طالبة بجامعة بير زيت، ذكائها أكبر من جمالها، هي إسرائيلية حقيقية، ممكن تعمل أي شيء خدمة إسرائيل. أنتِ سارة فعلاً من المفاجآت. بتعرفي تختاري عميلاتك بدقة. مثل الآنسة. آنا. اسمي أنفريد هيكمان، بس بينادوني آنا. وأنا اللي رفضت إنه يدرسني دكتور من أصل عربي، حتى لو كان يهودي. أنا ممكن أوفر عليكي كل العذاب وعينك مباشرة عندي بالمكتب، بدون تدريب. ونصير أحلى عاشق. إيه ملحق عليك. حق علي أنا اللي عرفتك على آن. شو علاقة آن بالموضوع؟ شو مفكر ما بعرف علاقتك معه؟ أنا بعرف وين عم بتروح وين عم تجو وشو عم تشتري لها. أنت ما بتدري تبعديني عن آن. أنت شو عم تحكي؟ أنت جديتي؟ ما في غيرك بيقدر ينقذني منها. أنت عم تطلبي مني إني أعمل
شوف يا طلال يا ابني، انا عملت كل هالشي من شانك ومن شانها، وحطيت حالي ببوز المدفع، فالله يرضى عليك، الله يرضى عليك. لازم تسود لي وشي مع جماعة. جيب المصحف لأحلف لك عليه، انا من ايدك هي لايدك هي. معروفك بعمري ما رح انسى لك يا اي سيدي. هاي اهلها وافقوا. منين بدك تجيب مصاري؟ مو لازم تلبسها محبس على القليلة؟ انا معي مصاري عمي، رح اشتري لها محبس وسلسال واسوارة كمان. انا يا ابني ما بدي اياك تحرج حالك، خلي معك قرشين لبين ما تلاقي شغل. لا عمي، انا رح اجيب ذهب بكل المصاري اللي معي لحتى خلي راسك مرفوع ومو بكره نازل على الشغل. مدام هيك هدول هدية مني لك. عمي فارس، انا اللي شفته منك ما شفته من ابي، خليهم معك، اللي معي بكفيني. لك ابني عامل لك هدية، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. كماش؟ استغفر الله. يسلموا ايديك عمي، بس مين بده يشتري الذهب؟ هلا بنشوف لك ابني. ملكي بخلي وفاء وسلمى ينزلوا معك. لكن خليني روح اشتري بدلة وزبط حالي وارجع. السلام عليكم. فضل أبنائنا المخلصين قدرنا نحقق الحلم. كفوت لي بهيش تتيف بهاس لخا ميسي ما خشوفه. هاي العملية اللي راح تغير مجرى التاريخ الإسرائيلي، عملية بلومباه. صار لنا أكثر من 10 سنوات عم نستنى هالفرصة بالحصول على اليورانيوم بعد ما رفضت معظم الدول إمدادنا فيه. صحيح إنه النقد والاتهامات بدأت تنهال علينا من بعض الدول، بس هذا ما راح يخلينا نتخلى عن حقنا بالشحنة. وهلأ فينا ندخل النادي النووي بكل قوة وبدون خسائر. والعرب راح يفكروا 1000 مرة قبل ما يتورطوا بحرب معنا. تأكدت سيادتك من سبب رجوع آن؟ بصراحة أنا مو مطمئن، وبعتقد أنه في سبب تاني للرجوع. على كل حال الأيام راح تكشف هالشي يا جنرال. هكذا باروخ هو إيفاريس أوتخيم آمين. سيادة الرائد أرجوك، أنت تأكدت أنه ما راح يطول عندهم؟ والله على كلام أبو سامر رح يتوقف من الأسبوع لعشرة أيام. بس والله أنا خايفة ونائزني قلبي. وكلي الله، وكلي الله يا معدنان. بعدين هذا كله لمصلحته، يعني لقيته بده يتم هربان وخايف. لا إله إلا الله، بس أنت بتعرفهم يا أبو فارس، هدول ما إلهم أمان. أبو سامر قدر يشيل التقارير، يعني شوية تحقيق وبتنتهى القصة. طيب يعني ما بيقدر ينهي القصة من غير ما ياخدوه على السجن؟ ما بيصير، ما بيصير يا معدنان. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ بعدين كتر خير الرجال اللي وصلنا لهون. لا حول ولا قوة إلا بالله، خليني أحكي مع عدنان واسمع رأيه. إذا بدك رأيي، الأوضاع أبداً ما بتطمن، لأنه الاعتقالات لحد هلأ شغالة. أنا ماني مرتاح أبداً أبداً. يعني الرائد حسين ما أكد لك شيء؟ قال هيك خبروا أبو سامر، بس أنا ما حسيت إنه في وعد أو تطمين. طيب يا عمي أبو عدنان، أنتوا ليش ما بتروحوا بتقابلوا لأبو سامر وبتفهموا منه الحقيقة؟ وأنا هيك رأيي كمان، يعني مو خوف، بس أنا ما بدي كون موعود بشي ويصير معي شي تاني. طيب أنا رح أرد أعرض على أبو سامر أي مبلغ، المهم نصل لنتيجة منيحة.
والله انا حاسس انه انا صرت عالي عليكم، ولذلك انا موافق اسلم حالي، ولا بدي اياك تزل حالك لاي انسان. لك يا ابني، انا عمري كله لك، انا شو ضل لي بهالدنيا غيرك؟ خلينا على القليل نحاول مره اخيره. كل ما خلصنا من مصيبة بتطلع لنا مصيبة تانية. أنا بس بدي أفهم عدنان شو مساوي لهم؟ أستاذ مدرسة وعم يعلم هالولاد، يتركوه يخلوه يمشي العم على هالقصة، يخلوه الشباب حاجة والله عيب. ليش هيك عم يعملوا؟ ليش كلهم أولاد بلد وحدة؟ يا ريت يسمعوا كلامك يا خالتي، كانت بتنحل كل المشاكل. يعني بدهم يقتلوه يضربوه؟ إن شاء الله ما بيصير هاد الشي. إذا مثل ما حكى الرائد حسين عدنان بخير.
بيحبسوه كم يوم وخلص. ليش قلال هالكم يوم؟ لا مو قلال ابدا، انا ببيتي وحاسه حالي رح طق. كلنا مثل بعض يا خالتي. صحيح انا عم بطلع وعم بروح الجامعه وعالسوق، بس صدقيني حاسه حالي مخنوقه، حاسه روحي محبوسه. والله بعرف بعرف انت اكثر وحده متضايقه فينا، لانه وين ما رحتي في عندك همو، هم امك الله يشفيها وهم الجامعه وفوق همومك حملناكي همومنا، هم فارس لحاله بيد جبال. روحي الله يكون معك. لو تعرفي قديش بحبك يا سلمى وبرتاح لما بشوفك، بحس انك انت اللي حميتيني. كلنا وقفنا معك ومع طلال، ولازم نضل هيك لحتى ما نشعر بالضعف. عدنان لا تتهور، صبرنا كتير وما ضل غير القليل. أنا بقدر أصبر أكتر من هيك، بس ما عاد أقدر أتحمل صبرهم. شو ذنبهم يتحملوا هالعذاب؟ يا أخي هدول أهلك ومجبورين يتحملوك لو مهما صار. طب وليلى وأبو فارس وأم خليل وسلمى، هدول مو مجبورين يتحملوا. بترجاك عدنان، بترجاك لا تخلي عاطفتك تسيطر عليك وبعدين نوقع بالندم. أنا صرت أخجل من حالي كل ما يجوا لهون، هن عم يتعذبوا وأنا قاعد هون لا حول ولا قوة. أنا هالوضع ما عاد أقدر أتحمله. أنت قلت لهم تأكدوا لي وبعدين نبقى منفكر بحل. الحل جاهز، وأنا رح استنى ردهم للمرة الأخيرة. خوفتني. شو بدك تعمل؟ بتعرف عدنان؟ أنت عم تخليني أشعر بالذنب تجاهك. خايف يكون بدل مني تصرف مو مقصود، تكون أنت فهمته غلط. ولو يا مصطفى، أنت وسلمى أثبتوا لي بأنه الحب لسه موجود جواتنا، وأنا هذا الشيء اللي عم بيقويني. حلوين كتير، المهم يعجبوكي. أجينا هذا السنسال لو سمحت. لا هيك كتير، ما بدنا نكلفه. أنا لو بدفع عمري كله لحتى أرضيكي ما بقصك. خلو شوية حكي حلو لبعدين. بوعدك إنه هذا الحكي ما رح يخلص أبدا.
بتعرف طلال؟ كل العرسان اللي بيجوا على الحميدية بيمروا على بقداش بياكلوا بوزة. صدقيني يا أنسة سلمى، كل ما مر من هون وشوف شب وصبية طالعين وفايتين، قول إمتى بدي أجي أنا وخطيبتي وقعد هون مثل كل الناس. هاي خطيبتك حدك، مبسوط هلا؟ مبسوط، طبعاً مبسوط. الفضل كله إليك. بعمرنا ما رحنا نسافر لك علينا. المهم تكونوا مبسوطين، وإذا صار بيناتكم شوية زعل لا تخبروا حدا، ما تخلوا حدا يعرف مين ما كان يكون. وحياتك ما رح أحكي غير إلي. حتى إلي لا، خلوا أسراركم بالبيت، لا طلعوا ولا برا، مشان تعيشوا مرتاحين إن شاء الله. خربتي بيته للزلمة، مو اتفقنا محبس وسنسال؟ عجزنا فيه أنا وسلمى، ما رد يا قلب بده يعوضني عن الأيام الماضية. إيه، إن شاء الله بيضل هيك. يعني حلوين ذهبات؟ حلوين كتير تتهني، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. بدي أقول لك على شغلة، ولا بلاها يلا بعدين. أحكي، شو في كمان؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، بخجل أحكي. بعد العملة اللي عملتيها ولساتك بتخجلي؟ أنا بحبه، بحبه عن جد. يعني اليوم لما كنت ماشية جنبه بالحميدية ومشنقلته وراسي هيك جنب كتفه، حسيت حالي بحبه كتير. ما استحيتي من سلمى؟ ما كنت شايفة حدا ولا عملت حساب لحدا، حسيت حالي بحبه قد الدنيا كلها. لكن يا ستي أنتي مبسوطة ومروقة، نحن قاعدين هون بالهم والتعطير. نسيتي حالك لما كنت أطلع معكم أنتي وأخي؟ مرة شفته لما باسك على خدك. إيه باسني، بس بالخفية. إيشاك شاب له مستقبل كبير ولازم نكسبه لطرفنا، بس أنت لازم تكوني حذرة بالتعامل معه لحتى نتأكد من إخلاصه إلنا 100%. وشو علاقته بميراج؟ ميراج هي جندته وساعدها بألمانيا، وأنا بعتقد إنه إيشاك هو اللي قتل عملائنا مو ميراج، بس لهلأ ماني متأكد من صحة المعلومة. وين ساكن؟ نازل ببيت ميراج. وكيف بدنا نسحبه؟ هاي مهمتك. لا تنسي انه إيشاك شاب حلو كتير وبحاجة لحب وعاطفة مع وحدة حلوة وصغيرة مثلها. حلو، انا متأكد انه رح يعجبك. هاي فرصتك، لازم تستغليها، اوعك تخسريها. بدي اياك تردي الصاع صاعين لميراج.